شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخي والاستعداد لمؤتمر المناخ كوب 27. هذا وقد أكدت وزيرة البيئة على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية، سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم أو رفع الطموح ودمج القطاع الخاص، ودعم مصر أيضا في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.